مرحبا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج بوبوب شو. كنتلاقوا بكم كل سبت وكنصادفوا طبعا ضيفين متألقين في مجال العمل ديالهم. دائما مع ابتسام كتيبيك، صافا كلشي الحمد لله. اليوم غنتكلموا على الهوس وفيلم هوس مع ضيفينا مراد حميمو والمخرج إبراهيم الإدريسي الحسيني. مرحبا بكم بجوج، بارك الله فيك، فرحانين بوجودكم معنا. شكرا على الدواء ومساعدين بالتواجد معكم اليوم. مرحبا بكم والف مرحبا. غادي نتكلموا بطبيعه الحال على حويجات اخرى، ولكن غنتكلموا خصوصا على فيلم هوس. نشوفوا منه لقطات ونرجع. الحب اللي كيجمعنا ما عمره ما غادي يموت، حيت سعيد تخلق الابتسام، ابتسام تخلقات لسعيد. ايوا غادي انت يجي وقتي باش نتخطب. انت قبل ما تسكني في الدار سكنتي في قلبي من الاول. هذاك الانسان كانت عنده الخيانه في الدم، كل نهار كانت بيته معها وحده. كتخون لي الكلبه ياك؟ الا كنتي باغينا نعيشوا مجموعين راه خاصنا نعيشوا عادي. سيدك العالم ديالك بلاصتك هنا هدايا، ما غاديش يخليونا نعيشوا بجوج، غادي نموت بجوج. لقطات من دعايات فيلم هوس شفناها مراد ابراهيم. هذا اول عمل يجمعكم بجوج، شنو ممكن تقولوا لنا عليه قبل ما ندخلوا في التفاصيل؟ مراد انا الاول. ايه اول ما تلاقيت ابراهيم ادريسي هضر لي على الشخصيه هو الاول، وهضر لي على السيناريو على القصه ديال الفيلم. مش حال هذه وانا كنتسنى انني نلعب بشخصيه اللي ما يخطف شي واحد. لا مزيان الكلام. دونك مش حال هذه وانا كنتسنى ندير شخصيه هكا مركبه سولتو في السينما. دونك جي تي بوغ، وتوكلنا على الله باش نديروا الفيلم. شنو اللي خلاك تقتنع بمراد كدور اساسي؟ مراد اقتنعت به في يعني في اول يعني اللقطات اللي شفت له في الاعمال اللي اشتغل فيها. عجبني يعني طريقته للاشتغال، وفكرت انه زعما هو اللي يلعب الدور، زعما هذا الدور ديال المهووس غيجي معاه. وفعلا التجربه كانت ناجحه بالنسبه لكم جوج، وراضين على مستوى الفيلم وكذلك على ردود الفعل اللي كانت. وغادي نبداو معكم القصه من الاول. في اول فقره نبداو من الاول. المرض النفسي والارقام المهوله اللي كاينه على المرض النفسي في المغرب، كاين اللي كيقول بانه شخص على اثنين عنده اضطرابات نفسيه، ماشي امراض خطيره، ولكن اغلبيه ديال المرات كيكونوا بعض الاضطرابات اللي كتاثر سلبا على طريقه رؤيه الحياه وكذلك على العمل ديال الشخص. بزاف ديال الناس باقي كيشوفوا بانه عيب تمشي عند طبيب نفسي، بزاف ديال الناس كيشوفوا بانه عيب تدوي على معاناه نفسيه. كاين افلام في العالم كامل تكلمات على هذا الامر. فهاد القضيه ديال الاختطاف وهاد القضيه ديال الهوس، واش كانت بالنسبه لك احسن طريقه تدوي بها على الموضوع؟ كون كان شي موضوع شويه خف ما كانش يقنعك. انا حاولت نشتغل على الموضوع بطريقه يعني ديال الوقت، يعني انني نشتغل عليه في وسائل التواصل الاجتماعي، لان هيكون التاثير والحد نتاعو في وسائل التواصل الاجتماعي اكثر. لان الحياه العاديه راه حنا تنشوفوا الناس تنقدوا نقيموهم نعرفوا واش مرض نفسي الى حد ما، راه تنقدوا اننا نقيموهم. ولكن ان انسان مخبع ما وراء التواصل الاجتماعي وشخصيه ما تعرف ما عارفهاش، هذاك الانسان اللي تيتكلم معاه ولا اللي تيكومونتي له ولا اللي تيعلق عليه، راه هي لي كومونتير الواحد راه تيسميتو راه تيلقى ناس يمكن عندهم اضطرابات للطريقه كيفاش يعلقوا. يعني حاولت نشتغل على الموضوع ديال التواصل الاجتماعي والناس اللي تيعيشوا النجوميه وراء هذا العالم. هذا هو الفكره اللي حاولت نركز عليها في الموضوع ديالي. وهذه حاجه مزيانه ابتسام، من طبيعه الحال التعاليق كنشوفوا من كوارث وما خفيه كان اعظم من طبيعه الحال. وتذكرت لوغيل اللي كانت شركات جيهان كيداري باش بديتوا لا برومو ديال الفيلم. نشوفوه ونعاودوا نرجعوا نتكلموا. طبيعه الحال اي فنان كيبغي يكون مشهور ويبغي يكون عنده جمهور اكبر، ولكن في وسط هاد الشهره مشات ليا شي حاجه اللي اهم بزاف. مشى ليا الامان، مبقيتش كنحس بالامان. تحيه اكيد لجيهان كيداري، لرفيق بوبكر، محمد طويل الجنه، امين بن جلون، شكون نسيت مازال؟ محسن مهتدي، محمد العالمي، محمد حميمصه، محمد حميمصه، حفصه برقادي، رانيا منصور، حميد رضواني، ما نسيت حتى واحد واللي نسينا يسمح لنا. هادشي اللي كاين. مراد، الموضوع قلتي من غير ان الشخصيه عجبتك، يعني منين قريتي السيناريو ومنين تكلمتي مع ابراهيم، الموضوع حتى هو لفت انتباهك، حسيتي به ديال الوقت؟ من طبيعه الحال، لان هاد
هضرنا قبيله على التعاليق، كاين الميساجات بريفي اللي هما صعب بطبيعه الحال، كيوصلوك دي ميساج اللي فيهم تهديدات اللي فيهم ماشي غير ليا، كيوصلوا لكل شيء بطبيعه الحال. دونك كيوصلوا دي ميساج فيهم تهديدات، كيوصلوا دي ميساج خايبين، كيوصلوا دي ميساج. دونك كتقول هاد السيد اللي مور هاد التليفون كتب هاد الميساج اولا ولا السيدة، ولا السيدة كاين كلشي باش ما نظلم واحد، يعني هاد الشخص كيفاش داير، علاش دار هاد، علاش دار هاد الشيء، علاش دار هاد الحركه. هنا في هواس ان فات التليفون وصل يدير الواقع ديالو في الحقيقه، قام بالاختطاف، مارس بواحد المجموعه ديال الجرائم باش يحقق واحد الحاجه عنده في عقله بوحده. وسعيد في هواس في مخه بان ابتسام كتبغيه، كتبادلو نفس الشعور الوغ هي ما كتعرفوش، ما عمرها شافته. دونك هاد الحويجات هادو جاوني انا كيفاش نقول لك، جاوني مهمين انني نديرهم في الفيلم، انني نلعبهم، انني نشاركهم، نقلب على بيرسوناج اللي بعيد عليا، نعيش معاه، نشوف كيفاش نلقى له حتى هو الاعذار، علاش ولا هكاك، ونلقى له الحوايج اللي ما غايعجبونيش فيه. مع الباك جراوند اصلا ديال الشخصيه، يعني على الخلفيه ديال راس عيبه بزاف. حنا كنعرفوا واحد النوع ديال ديال الناس كيقول لك واو ما كيوريهم شنو يديروا، ها هو كيشجع على الاختطاف، هو كيشجع على، شوف انا كنتكلم بلسان فئه من الناس اللي كيبغيو يحبسوا اي حاجه فيها ابداع، باش بحال الناس ماشي بعقلهم ولا حماق ولا انت غتقول لهم. واش فكرتي في هذه المساله ملي كنتي كتكتب السيناريو، واش فرانيتي في شي افكار، واش قلتي لا هذه بلاش غيشوفوها الناس ماشي هي هذيك ويقدروا يفهموها غلطه، ولا خديتي ديك شي وحاولتي انك تدفعو كما قلت الماكسيموم باش تكون النتيجه مقنعه، باش انا غنعطيكم واحد مفضي، راه مفضي راه قتلوا وخطفوا كل شيء. بطبيعه الحال فاش تكون تشتغل على عمل سينمائي تتحاول على انك تشتغل على التطور الدرامي والحبكه الدراميه ديال الفيلم، هو اللي تركز عليه، وكيفاش انك تبقى شاد الجمهور كما تيقولوا، يعني انك تبقى جاذبو عندك حتى لاخر لحظه في الفيلم، وتبقى الفكره الجوهريه للفيلم حاضره. هذا هو المهم انا بالنسبه لي، يعني فاش نشتغل، فاش اشتغلت انا والسيناريست على الفيلم، هذا هو النقطه المهمه. ما يعني باش كيفاش الناس هذه يقولوا واش هذا الشيء تيجر الناس للاجرام، ولا شيء تيجر الناس الافكار السلبيه، ولا هذا ما يمكنليش نفكر بهذه الطريقه، لان هذا الشيء هذا ابداع وفي السينما وغير محدود، يعني واللي خاصو غير سبه ما غيقلبش على الفيلم. ايوه بالضبط. اصلي انا كتجيني حتى المساله ديال ان دائما باش كنقولوا حنا الفن رساله، باش نقدم رساله، ماشي بالضروري دائما نقدم رساله بوزيتيف. نقدر نوريك واحد الانسان خايب باش انت ما ديرش بحاله، صح. نقدر نوريك واحد النماذج اللي ما كتسوى ما كتصلح باش انت ما ديرش بحاله، ماشي كنقول لك دير بحاله، تنقول لك شوف راه شنو دار شنو دار، وها النهايه ديالو فين وصلات، صح. كيف ما قلتي قبيله، يعني الناس اللي كيبداو غير بكومونتير ولا يعني ميساج بريفي اللي قاصح ولا خايب ولا فيه نوع من التهديد ولا هذا، راه كتقول له حبس، راه تقدر تمشي لبعيد من هذا الشيء. على سبيل المثال حنا كبرنا مع الافلام المصريه في الطفوله نتاعنا، واحمد زكي كيفاش كان تيلعب بشي شخصيات مثلا بحال مدمن، يعني بزاف الناس راه الطريقه كيفاش احمد زكي تيلعب، ولا الممثلين اللي معروفين كانوا تيلعبوا واحد الشخصيات، راه بعدت بزاف الشباب على الادمان، بعدتهم على بزاف الافكار، لان فريمون كانت تتاثر على واحد النوع الشباب، انهم زعما يبعدوا على بزاف، يعني السينما لعبت واحد الدور ايجابي، وخا كانت عندهم، ما كانتش عندهم حدود يعني في الابداع، ولكن السينما لعبت هذا الدور، حيت كيبين لك العبره، والعبره كتاخذ عبره في اخر المره. ما خصناش نبقاو غير في لو بروميير دوغري نقدروا نقولوا. نشوفوا لقطات واحده اخرى من لا بوند انونس، وعاد نشوفوا اش قالوا عليه. انا غنغلط الغلط ديالي، انا اللي قتلت الحزن. خاصك تعرفي بلي الفنانه ملي كتوصل تيكون عندها بزاف ديال الاعداء. ابراهيم، انت طبعا من خريجي الجامعه ديال سان بيترسبورغ، خدمتي بزاف على الافلام الوثائقيه، ومعروف على الافلام الوثائقيه انها دائما ما تحمل رساله امل، ديما كنشوفوا المشكل فينا هو، ولكن كاين هذيك الرساله ديال الامل. ما بانت ليش الرساله ديال الامل في هوس؟ يمكن المدرسه ليس ننتمي لها، المدرسه الروسيه دائما.
لا يعني حتى هو حتى في الكتابات ديال الروائيين الروس صعاب ما كتلقاش عندهم الحل ما تلقاش الامان يعني المدرسه الروسيه عموما تتلقى يعني واحد طرح مخالف على ما هو دوستويفسكي كان يقدر يحرق مطبع كاع دونك تبغي تتبع المساله ما لا لا انا بغيت نتبع ان يعني كما قلتي تكون واحد العبره حتى للمشاهد ان هذا الانسان فقد كل شيء يعني هو فقد كل شيء في الاخير يعني ما يعني ان كانت ديك الشخصيه تمثل له كل شيء حيت هناك انواع من 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 هاد الافلام كيكونوا مثلا في هوليود كيجعلوك تعاطف مع المجرم اكثر من تعاطف مع الضحيه ربما انت ماشي من اصحاب هاد الطرح لا الى حد ما راك تتعاطف مع مع المجرم في الفيلم يعني في الفيلم راه كاين واحد النوع ديال التعاطف يعني ما تعاطفش معاه بواحد النسبه كبيره ولكن فاش تعرف الباك جراوند والخلفيه من جاي هو وفاش نشوفوا لي فلاش باك والطفوله نتاعو وعلاش شنو اللي خلاه انه يعني يقدم على هذا الفعل يعني كاين عوامل اللي تتخليك انك تتعاطف معه بعد المراحل في الفيلم الجانب الانساني لمسوه الناس ايضا تعاطفوا مع الشخصيه وعجبتيهم بزاف في الدور مراد من بين يعني الحويجات اللي كنتي قلتي كيف ما قلتي صامد ان يعني الشخصيه طلبت منك واحد الجهد كبير ومن بعد التورناج يعني عياتك شي شويه باش عاد قدرتي تخلص منها ودوز يعني لدوتر بروجي واش كتشوف بانه اليوم مثلا صعيب عليك انك تختار شخصيه جديده كنتكلم على السينما ما كنتكلمش على التلفازه يعني ولا بحال عندك واحد وصلتي لهاد الشخصيه خص دابا هو دائما ملي كدير شي حاجه ما كدير دور بحال هكا كيولي طموحك دير حاجه اكبر وفاش كيولي طموحك دير حاجه اكبر كتولي مسؤوليه اكبر يعني تولي مسؤوليه في اختيار الدور المسؤوليه عليك انت ولا على اللي غيقترح عليك انا تولي مسؤوليه في اختيار الدور تولي مسؤوليه في اختيار الموضوع كتولي مسؤوليه في الاجتهاد في الشخصيه اللي غدير بحال دابا مثلا سعيد في هوس كانوا عنده دي تيك سبيسيال درتهم للهوس ما عاودش لعبت بهم دور واحد اخر دونك الا نفرض مثلا غير كل صباح فقتي وكدير بحال هكا الا دوزتي سيمانه غتبقى ديرها ديما كتولي عاده فايماجين انا واحد 4 سيمين ديال التورناج وانا كندير نفس الحركه كنحس نفس الاحاسيس كنشوف نفس الشوفه كندير نفس الضحكه دونك بلا ما نهضروا على الجانب النفسي الداخلي غير داكشي اللي على برا كيدير لك مشكل كتبقى تخرج لك ديك الضحكه بلا شعور كيولي يخرج لك داك التيك بلا شعور خلعتي مالين الدار ولا لا مشتومش مشتومش انا فاش كنبغي نخرج من هذا النوع ديال الشخصيات كنهرب للبلاد كترجع للوريجين كترصا كتقول فوالا انا هنا الاساسيات انا هنا قبلت مع هاد الناس كنعرف هاد الناس دونك كترجع كتبدا بشويه بشويه كترجع للمراد كتحيد من سعيد كترجع للمراد بيان سور كل شخصيه كتخلي فيك دي سيكاتريس ديالها كتخلي فيك علامات ديالها وانت كتخلي عاود فيها لومبرانت ديالك اللي صعيب دابا في السينما هو ان تجيك شخصيه جديده خاص عاوتاني نفس الجهد نفس المجهود انا كنت متع في السينما دونك كنت متع في انني ما كيعجبونيش ادوار اللي ساهلين اللي متاحين كيعجبني الدور اللي نمشي لعندو اللي خصك نمشي نجيبو عندي نو نمشي لعندو نقلب عليه نمشي نقلب عليه يكون مغاير عليا دونك قالك راه سالاو طوراج خلصوا ديك الساعه جا عندو قال له كتعرف تيسان ما تسناش كتعرف تيسان قال لك اخويا قال لا سير البلاد ترتاح قال لي خافوا من مراد اللي غيخدم معاه باقي شي لا يقدر هاد المره يرجع لنا ب يعني بشخصيه مختلفه ودريويش كاين شخصيه جديده في فيلم سينمائي جديد مغايره تماما للهوس ما عرفتش درت مغامره ما عرفتش كيفاش غتخرج دونك نتمنى حتى هي تكون ان شاء الله تكون مزيان كنتمنوا كمراد حد كبير في جميع الشخصيات اللي غتلعب ان شاء الله كيما قلتي انت كتمشي عند الشخصيه ماشي هي كتجي عندك هذه عجبتني بالحديث على الممثلين المغاربه يعني كنشوف ملي كنتفرجوا في بزاف ديال الافلام الاجنبيه ولا مسلسلات كنحسوا بواحد الفرق واضح ما بين الممثلين ملي كيكونوا كيلعبوا ادوار الخير وادوار الشر ملي كيلعبوا ادوار ديال واحد مريض ولا واحد اللي هو عاطفي والسينما المغربيه والافلام المغربيه والمسلسلات ما كيتيحوش الفرصه للممثلين انهم يلعبوا بحال هكا تشوفهم في لي زيكستريم بجوج انت باش اختاريتي مراد انا عرفت اختاريتي على اساس الصور وكل شيء فشنو هي الحاجه اللي شجعتك اكثر وعرفتي بانه يقدر يخرج لك هذاك الدور ديال بسيكوبات بكل ثقه انا غير هذه القضيه لان هو الشخصيه الاساسيه وكي يعني طبيعه الحال فاش تلاقيت انا وياه كان امتي كاستينغ شفت القدرات نتاعو غيال يعني كيفاش ممكن انه يلعب الدور
بالاضافه ان مراد بالي واحد الممثل مجتهد يعني تيوجد الشخصيه يعني فاش قرا السيناريو جاب كل مشهد تيناقشو يعني عنده تفاصيل ماشي واحد ماشي سطحي لقيتيه متحمس للفكره يعني متحمس للفكره ولكن هو يعني تيبان لي انه جميع الشخصيات اللي هيبغي يلعبهم هيجتهد فيهم يعني ممثل مجتهد وهذا هو المطلوب صافي حنا بغينا نعرفوا هذه توطئه الكويز اللي غيكون كويز كروازي بيناتكم نمشيو دابا باش نشوفوا الكويز غادي نبداو بالكويز معاك مراد وغنسولك اسئله على ابراهيم نشوف واش عرفتيه مزيان من خلال التورناج ديال هواس بالنسبه لك شنو هي نقطه القوه ديال ابراهيم الادريسي الحسيني كمخرج عينه والهدوء ديالو اوكي الحاجه اللي كتشوف بانها ممكن ماشي يشتغل عليها ولكن ممكن انها تكون اضافه ليه الى قدها ما عرفتش نقدروا نقولوا كنظن الا تعطاه الدعم الكافي اوكي المادي ولا المعنوي بجوج ياك واخا اشتغلتي مع مجموعه من المخرجين مختلفين شنو الحاجه اللي فريمون مميزه عند ابراهيم اللي لقيتيها مختلفه عنده في الاشتغال في طريقه اشتغاله مفتوح لي بروبوزيسيون متفتح لي بروبوزيسيون و كيخليك اليز في بلاطو ما كتحسش يقدر يكون ستريس كاين في ما كيوصلش لك الضغط اوكي شنو هي الذكرى في التصوير ديال هواس اللي ما غاديش تنساها عاودتي لنا وحده قبيله الكواليس ما عرفتش واش تعاودها دابا ولا لا انا وحده كنت كنسى ماشي مره سي ابراهيم بزاف في هواس منهم لا سيكونس اللي كيخصني نهز جيهان من الارض وسي ابراهيم تتبان له جيهان خفيفه عاودتها 12 مره ولا تنهز جيهان خفيفه ما تقولش شي حاجه اخرى لا خفيفه القلب ماشي الوزن تحيه كاين النهار ديال كان عندنا واحد دو سيكونس فيهم لي زيفي ديال الدم ما عرفتش عاودتها لك ابراهيم ولا لا دي زيفي ديال الدم حنا كنصوروا في نصمه من واحد افران وعندنا دي سيكونس نوي دونك سالينا وانا نسيت وجبتي شورت بيض دونك منين ساليت ليكيب عيا وداكشي قلت لهم صافي حتى لوطيل وندوز دونك لبستي شورت بيض عمر بالدم وانا في الدم في طريقي الافران باراج ديال جونتا الله اكبر ايوا وقول لهم كنت كنصور 4 الصباح جيت تصور السلام عليكم دير لي ما دوزنا تقريبا شي سيمانه وكثر تما دونك ولاو كيعرفونا شافني الفنان ديالنا بتو كتصور قلت له زين كون حصلت ياك اوكي اخر حاجه كلمه تقدر تبغي توجهها لابراهيم من بعد هذه التجربه اللي جمعتكم بجوج شنو تبغي تقول ليه شنو نبغي نقول ليه زعما كنتمنى ليه التوفيق في الاعمال الجايه ان شاء الله كنتمنى ان ياخذ كما قلت لك قبيله بزاف ديال الدعم سواء المعنوي سواء المادي يتعطاوه بروجيات اكثر نتمنى ان ان شاء الله يحقق داكشي اللي كيطمح ليه وتعاودوا تشتغلوا بجوج بيان سور ايوه صافي هادشي اللي بغينا نعرفه شكرا لك بزاف مراد سي ابراهيم نوبتك انا بغيت يكون ما تجيبش مراد يمثل معنى هادشي اللي قال عليك عندك العين والهدوء ونقص الدعم المادي والدعم المعنوي كتعاود الخطط 12 مره وكتحبس عليهم ستريس بليتي كامل واش فهمتي كاينين فيك انت في الدار المهم تبارك الله عليك بارك الله فيك بكل صراحه ومزيان انا نسمع الحويجات زوينين عليك خصوصا نتوما شباب بيناتكم انا بغيت نسوق على مراد شنو هي نقطه القوه بالنسبه لك في التمثيل ديالو ولا فيه هو كشخص بدا مراد اول حاجه التيرك فيه هو البروفيل نتاعو البروفيل نتاعو متميز يعني ماشي يعني بروفيل تشوف انه ممكن يلعب شخصيات مختلفه يعني هذه بدءا يعني كمخرج انا تنشوف مراد هي نشوف مراد انا هي في فوتو انا عارف ان مراد عنده هذه الحموله ثاني حاجه الكليراج تنساب في الوجه ديال مراد تيعطي واحد يعني الى شجعتي في الكليراج ممكن شي شويه تحصل على شخصيه شريره على تحصل على شخصيه مهووسه تشتغل على تحصل على شخصيه كوميديا يعني ممكن انه يدخل لعده مناطق هذه اول مره كنتابع بان الكليراج يقدر يعاون في تحديد الشخصيه
بطبيعة الحال وهذا هو السينما. والله ما زدني علم زعما انا نقول لك انا شفتيني يعني السينما الدور نتاع انا وانا كنشوف مراد كنتاكد كنعرف نشوف زعما فهمتي. لا خصنا نشعلوا ليه بيل فوجا نشوفوا واش انا قبيله كنا تنتناقشوا مع الباتشينو الى ذكرتي في التلفازه ما تفقد بصح لا الضوء كيلعبوا تيلعبوا دور لان يعني مارلين بروندو في لو بارا راه الظلال هي اللي يعني عاونت الممثل يعني الظلال اللي اشتغل عليها كوبولا عاونت الممثل انه يؤدي الشخصيه. حنا كنفهموا زعما الاهميه ديال الاضاءه ولكن انها تاثر على الشخصيه كي كتبان لك انت هذا شيء جديد غنمشي نزيد نبحث فيه. واخا شنو الحاجه اللي خاصو يزيد يخدم عليها؟ الحاجه اللي خصو يخدم عليها غير الحمار يخدم على ما عرفتش ما بان لي انا زعما يعني مجتهد تيبان لي ممثل مجتهد ماشي في طريقه بثبات ما تيبان ليش زعما شي حاجه اللي عنده يعني اهم حاجه هو الاجتهاد وهدفه يعني اهم حاجه حيد المكياج قبل ني سالي تورناج على راس الصداع خلي يدير الدم بديت تسنى على الفلوس شي شويه بالضبط. واخا شنو بالنسبه لك اطرف حاجه وقعت معاه في الفيلم ولا احسن ذكرى يمكن غتخليها معك؟ بون الفيلم وقعوا بزاف ديال المواقف راه ذكر البعض منهم ولكن الذكرى انا اللي زعما في الفيلم هو المشهد ديال الغابه فاش كان تابعها في الغابه وكان يعني كان واحد المشهد شويه صعيب لا على جيهان ولا على مراد كان شويه سي تري فيزيك تري فيزيك وتري ايموشنيل تري ايموشنيل نخليك تقول لي كلمه. مراد فنان جميل مبدع خلوق نتمنى يستمر في الطريق نتاعو ان شاء الله تيحقق جميع الامور اللي تيتمناها ان شاء الله الرحمن الرحيم وكنتمنوا لكم جوجكم التوفيق غادي يمشيو حالا باش نختموا البرنامج في اخر فقره. مراد ابراهيم اخر سؤال بقى هو نسولكم على الجديد ديالكم شنو جاي في الطريق؟ مراد اللي جاي افلام ديال السينما اخرين ان شاء الله ان شاء الله كاين فيلم سيروكو اللي باقي في المونتاج كاين فيلم تاش اللي تا هو مازال في المونتاج وكاين فيلم بنت الفقيه اللي كمل في المونتاج وان شاء الله كنتسناو امتى يخرج للقاعات وكاين سلسله ديال لاباك اخراج ديال دريس روخ تنفيذ الانتاج ديال سيغما اللي ان شاء الله قريب في ان شاء الله في القناه الاولى ان شاء الله. ابراهيم بالنسبه للجديد فيلم سينمائي طويل ان شاء الله تنحضروا له ان شاء الله في مراحل الاشتغال عليه تكون هذه المره فكره مختلفه وهو هذه المره قريب لان فيلم دوتور ان شاء الله وتكون فكره جديده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كنتمنوا لكم بجوج حظ موفق كنا فرحانين بزاف باستقبالكم مراد حميمو وابراهيم الإدريسي الحسيني مسيره حافله وان شاء الله تعاودوا ترجعوا باش تكلموا لنا على الجديد ديالكم بكل التفاصيل وشكرا لك بزاف سامي. شكرا ابتسام. شكرا لكم مشاهدينا على تتابع الحلقه موعدكم مع حلقه جديده من بوبوب شو السبت المقبل وابتداء من نهار اثنين حلقه جديده من بوبوب نيوز. سلام عليكم.